الإضافات. ما هي الإضافات يا ماهر؟ الإضافات هي طريقة رائعة للحصول على المزيد من الوظائف والخصائص لبرنامج المتصفح. فهناك الكثير من الوظائف التي تكون مفيدة للبعض وغير مفيدة للآخرين، وبالتالي فإن الإضافات توفر لك قدرة على تخصيص برنامج المتصفح بالطريقة التي تناسبك، مع إبقاء وظائفه الأساسية بسيطة وخالية من التعقيد. هل شرحت لي بأمثلة؟ هناك مثلاً بعض الإضافات التي تتيح لك مشاركة محتويات المواقع بشكل فوري، أو مثلاً تتيح لك عرض الصور والمواقع بشكل تفاعلي. وهناك أيضاً بعض الإضافات الخاصة بعرض آخر وأهم الأخبار، أو مثلاً تقوم بحماية خصوصيتك. هناك العديد من الإضافات المفيدة والمتنوعة. كيف يمكنني تنزيل الإضافات؟ عند ذهابك إلى قائمة التحكم بجوجل كروم وتخصيصه، قومي باختيار أمر الأدوات، ثم ستظهر نافذة أخرى، اختاري منها أمر الإضافات، حيث ستأخذك إلى لوحة التحكم بالإضافات. هنالك رابط سيأخذني إلى معرض الإضافات؟ نعم، وهناك يمكنك اختيار أي إضافة ترغبين بها وتنزيلها مباشرة للمتصفح، وستبدأ وظائف الإضافة الجديدة بالعمل مباشرة دون اللجوء إلى إضافة تشغيل المتصفح. ومن خلال لوحة التحكم بالإضافة يمكنك إيقاف أو تشغيل وظائف الإضافات أو إزالتها من جهازك. هنالك العديد من الإضافات التي أرغب بتنزيلها الآن.